مرحبا. تتواصل فعاليات الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، لقاءات، نقاشات، ورشات وندوات انتظمت تحت سقف المدينة المتوسطية بمشاركة خبراء أجانب وعرب وفاعلين في كل المنظومة الإعلامية. هذه الندوة تمحورت حول التكنولوجيات الحديثة ودورها في تفعيل القطاع السمعي والبصري. فما ندوات تهم الصوت، فما ندوات تهم الصورة، فما ندوات تهم كيف البث، معناها اللي هي تهم الديوان الوطني بالإرسال، معناها بصفة معناها خاصة. اللي يهمنا أكثر احنا التقنية الجديدة اللي تكون موجودة، بما أنه معناها في الندوات هذه يحضروا معناها مختصين ديزكسبير معناها من دول معناها أوروبية ودول معناها مختلفة، احنا نستغلوا التجارب نتاعهم معناها معناها المحاضرات نتاعهم باش نستفيدوا، خاصة التقنيات معناها تسهلت برشا حاجات. العمل الإبداعي الإذاعي والتلفزيوني يجب أن يتعاون فيه المهندسين والبرامجيين على حتى يستطيعوا أن يعرفوا ما هي أبعاد التكنولوجيا المقدمة أمامهم ووضع الخطط الحاضرة والمستقبلية لإدماج هذه التكنولوجيا. فالمهندس لا يستطيع بالتكنولوجيا وحدها أن يقدم ما لم يكن هناك البرامجيين هم الذين يقدمون الإبداع، فعليهم أن يكونوا مطلعين على هذه التكنولوجيا حتى يستطيع أن يستفيد من هذه التكنولوجيا. أهم ما تطرح في الندوة هذه هو الـ HDTV التلفزيون العالي الدقة، معناها توا احنا نخدموا الوقت الحاضر بالSD ستاندرد ديفينيشن، معناها التلفزه العاديه اللي يعرفها المواطن، لكن توا منذ سنين وخاصه في السنين الاخرى وفي المعرض هذا نتاع 2015 نحكوا اكثريه معناها الاسئله والوعد هي على التلفزيون العالي الدقه. بمناسبة الذكرى 67 للنكبة الفلسطينية، تم البارحة تنظيم ورشة عمل تمحورت حول القضية الفلسطينية ومدى حضورها في المشهد الإعلامي العربي. الورشة هدفت إلى تقييم واقع القضية الفلسطينية بكل مجالاتها السياسية والنضالية والاجتماعية والتاريخية في المشهد الإعلامي البصري والسمعي. شخصيا في هناك إضافات ولكنها بسيطة جدا، يعني لا ترقى إلى مستوى أنه نطرح الموضوع وهذه العناوين الكبيرة، ولكن بطروحات صغيرة. للأسف موضوع الاستفتاء الذي اتكأت عليه الندوة وكان هو منطلقها يعني لم يفي بالغرض المطلوب، لأنه يبدو أن الكويسينية أو الأسئلة اللي تم وضعها لاستمزاج الرأي لم تكن ذات أهداف نسعى جميعا إلى الوصول إليها. نحن لا يهمنا مساحة الطرح بقدر ما يهمنا المحتوى وبقدر ما يهمنا التأثير، وما ورد في الإحصاء مساحات الطرح أنه في محل، وهذا يعني بالآخر هو بروموشن غير مطلوب. حتى من الفلسطينيين غير واعيين على القضية الفلسطينية بالطريقين أو فهم البرازيل. الندوة بشكل رئيسي الحقيقة جوهرية ومهمة من ندوات هذا المهرجان، خاصة أنها تحدثت عن صورة الفلسطيني في الإعلام العربي وقضية الفلسطينية في الإعلام العربي، وكان مدار الحوار حول مسؤولية ودور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي
العربي وخصوصا في ظل الأربع سنوات أو الخمس سنوات الفائتة حيث كان هناك حراكا عربيا وثورات في بعض الدول، ومسؤولية مؤسسات الإعلام العربي الرسمي والخاص في رسم صورة حقيقية وليست مشوهة عن الفلسطيني أو عن القضية الفلسطينية. وهنا دار الحوار حول يعني موضوعية ما يتم ومن هو مسؤولية من وما هي الأشكال التي يمكن أن نقدم فيها فلسطين والصراع العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي للمشاهد. بعض الصويعات تفصلنا على نهاية هذا الحدث الذي انتظم في المدينة المتوسطية. ياسمين الحمامات، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في نشرتنا ليوم غد مواكبة للمسابقة ونتائجها من خلال حفل الاختتام. نلتقي غداً.